قصة القهوة. انت بس بدي اقول ما زال اذكر الناس انك ما شاء الله الله يطول لي في عمرك ما ترى الا 10%، ومع ذلك بديت تصنع كتب ولك دورات ومحاضرات وورش على مستوى المملكة. اللي مثلك ذابوا، لكن انت ما شاء الله زدت وانطلقت. لكن كانت في قصة حصلت معك في مصر مضحكة مبكية يعني، ورح نعيش معك القصة. ايش قصة القهوة والكتاب هذا؟ والله طويلة عمر، انا كنت بكتب يعني، هذه هي نفس الصفحات اللي كنت جالس اكتبها. ايوه، ويعني جهد. كنت ساكن فوق المطبعة في مصر اسفل مني. ايوه، وما اخرج من البيت يعني، كنت اكتب وقطعت شوط طويل. فهذاك اليوم يعني صح من النوم بجهز قهوة تركي، وطبعا في كنكة كهرباء الا طفت الكهرباء لسه دوب شبكت الكهرباء، وسبت الموضوع ورحت جلت على الكنبة واشتغلت الكهرباء. نسيت اني حاطة الكنكة على شو اسمه، اشم ريحة واسمع صوت نافورة. اوه، كله فوق والاوراق هذه، كل هذه الاوراق كانت سايبة، هذه الاوراق دي كلها كنت كاتبها. ايوه، انا جننت، ايش في اوراق؟ ما بين ابكي ما بين تعب يعني، حتى الكتابه يعني. كم يوم قاعد تبكي؟ يعني انا 18 يوم كتابه، ما بين حرق اعصاب وقله نوم. فقلت خيره، وفعلا كانت خيره، لانه كانت في البدايه الكتابه من غير بروزه ممتازه. بعد ما حصل هذا إيه؟ انا انتجت هذه البرواز، هذه الاشكال، هذا الترتيب ما كان موجود في البداية. الله أكبر. والله يعني ما بين إني أنا يعني كان يبكي الموضوع، لكن الحمد لله إنه قلت خيرة في وقتها. وهذه قصة القهوة. بس في قديش رجعت كتبت الكتاب مرة ثانية؟ الكتاب فكرته 3 شهور تقريبا شغال فيه. رجعت اشتغلت 3 أشهر. نوم. لا، من قبل ايه. ومن بعد كمان. من بعد لما رجعت كتبته كمان أخذ منك ورجعت طبعته هذه الطباعة. أخذ مني فترة طويلة يعني، أخذ مني فترة. عظيم أنت سيدي. الله يسعدك. أيوة. والله عظيم. الله يبارك. أنا بقول ورسالتي لكل إنسان يعني عاشر في ناس. سيدي وتاج راسي أيمن الخلاف الله يطول في عمره أبو عبد الله 10 سنوات ونظره ما ينظر إلا 10%، مع ذلك استطاع أن يصنع هذا الهرم العظيم ويرش في كل المملكة العربية السعودية. وكتاب وتفتح على الصفحة دي، تفتح كده صفحة، تقول صفحة كم؟ صفحة 41 في القناة عندك. قناة إيش يدخل عليه؟ أيمن خلاف. ايوه، بس القناه ايش هي اللي ادخل عليها؟ هي قناه تعليميه للخط فقط. لا، اسم الكتاب خطي بيدي. اكتب في اليوتيوب خطي بيدي هو صفحه 41 ايمن خلاف خطي بيدي ارتقي. ايوه، ورقم الصفحه او ايش مكتوب هنا الان. الحمد لله رب العالمين، ويكتب رقم الصفحه خطي بيدي ارتقي، طلع على طول هذه الصفحه وطريقه كتابتها، وشوف كيف انا كتبتها. تبارك الله. شوف وهذا الشيء انت تفرد الكتابة دي الان دي، شوفني كيف كتبتها قدامه يا يعني شيخ. يعني هذا مو موجود في اي، ما راينا هذا الموضوع موجود في اي، لاي كاتب ولاي انسان يعلم الخط. والله انا ما بأس انت كانك حاطط هذه صدقه جاريه عن والدينك، لانه هذا العلم ما حد يحطه باليوتيوب، بده يكتب لكم بالصفحه وبهذا الابداع العظيم. أيمن أبو عبد الله الله يطول في عمرك، والعظيم الله عز وجل أنا متشرف تماما إني سويت معك هذا اللقاء. الحقيقة أنا متأكد رسالة لكل من يعني أعاقته الدنيا بالمشاكل، اصنع الفرص وتوكل على الواحد الأحد. وما شاء الله تبارك الله أمامنا صورة أهو، وعشرة في المية ولا كيف سيدي خالد منور الدنيا يا سيدي خالد. ما شاء الله تبارك الله، ومن 10% ما ترى، وما شاء الله تكتب هذه الكتابة وهذا الخط الجميل. الله يسعدك ويبارك فيك. أنا بدي أتشرف إني أقبل رأسه. الله يحفظك. والله لي الشرف، والله لي الشرف إني أقبل رأسه، لأنه رجل بيرسل رسالة لكل إنسان انكسر، أبني نفسك ولا تخاف وتوكل على الواحد الأحد، وخليك زي ما يقولوا أسد، وإذا كنت قولي لا إله إلا الله وتوكلي على الله الواحد الأحد يعينك الواحد الأحد، زي ما عان سيدي الله يطول في عمره سيدي أيمن.
بارك الله فيك الله دنيا وآخرة واجمعنا وياكم فردوس الأعلى. قول آمين. أنا وإنت وسيدي خالد إن شاء الله زي ما هو واقف بار بيك ربنا يسعده ويسعدك ولا يحرمنا من بعض. الشكر يحف التقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول العظيم والعظيم الله عز وجل ما شاء الله. سيدي أيمن أبو عبد الله الله الخلاف تاج راسي شوفوا إيش كتب. هو ما ينظر إلا 10% لكن شوفوا الكتاب اللي كاتبه عن صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان. يعني عظمة. الله يحفظك ويطول في عمرك. أبغى أسألك سيدي أيمن الله يطول في عمرك. قلت لي هنا صفحة 10 هنا في كتابك اللي إذا كتبت يعني صفحة 10 من كتاب إيش اسمه هذا كتابي خطي بيدي خطي بيدي تخش على صفحة 10 و11 إيش يسوي هذي بينهم يعني ما بين 10 و11 كتاب على وشك الطباعة. أيوة. ووقفت الطباعة بسبب الصفحة هذه. أيوة. فحطيت الصفحة دي بين 10 و11 تعتبر إيش هذه أساس الخط. تعتبر في نظري أنا إذا تعلم الإنسان حركات هذه كلها تسهل عليه 90% أو 80% من الخط. تبارك الله عليك. الله اليوم مع هذا العظيم أيمن حامد خلاف خطاط على مستوى المملكة العربية السعودية. بدي أوريكم بعض الأسرار لهذا الرجل العظيم. جينا من فين؟ جينا من ينبع. وأين؟ في الشريك الأدبي في حبر في المدينة المنورة مقهى حبر. ودائما مبدع مقهى حبر لأنه يأتي بهؤلاء العظماء. هل تصدق أنه هذا الرجل لا يرى إلا 10% من 10 سنوات؟ ما شاء الله تبارك الله مع كده طور نفسه في الخط وحتى أصبح لي ورش على مستوى المملكة العربية السعودية. رجل عظيم أبو عبد الله. الله يجعل الله يجعله في ميزان حسناتك. الجميع تقول لي هذا الكتاب لو أنا بأقرأ صفحة مثلا أفتح كده في صفحة كم أي صفحة تفتحها أقول صفحة 27 كم 27 تطلع لك هذه في اليوتيوب ألاقي شرحه على طول قناة أيمن حامد خلاف تطلع لك كل الصفحات هذه. الله يطول في عمرك ويزيدك نور وسرور. 77 إيه؟ وبالشكر تدوم النعم. وبالشكر ايوه صفحه 77 مقهى ادبي. وبالشكر طبعا انا اكتب خطي بيدي. ايه خط بيدي مع انه ابدا ابحث بالطريقه دي في اليوتيوب. ما شاء الله. ايوه ابو جوف الله يوفقك. جينا جا ابدا الشرح حقك. ها ايوه هذه الصفحه هاي جات. وبالشكر تدوم النعم. هذه الصفحه أيوة. شو اذا اللي يشتري الكتاب حيشوفني كيف قاعد تكتب كيف طريقه الكتابه. شوف الطريقه بتاخذ من ايش من صفحه 177 وتخش في اليوتيوب تلاقي الشرح للعظيم ايمن ما شاء الله ابو عبد الله خلاف. الله يطول في عمرك. الله يحفظك. ما شاء الله.